هنا المثال 3 في 6 في السلايدات بتاع شابتر 3 يقول لك ايه as shown in the figure beam OC اللي هو دوت is loaded in the XY plane by a uniform load of 50 pound force per inch. طيب انت تفهم ايه من الجملة ديت؟ ان تحدد اتجاه ازاي يعني على اي اساس لو الرسمة دي مثلا اللود ده مكانش موجود انت تعرف منين؟ هي الفكرة لما يقول لك ان هي البيم is loaded in the XY plane. هو فين ال XY plane؟ انت عندك ده محور X وده محور Y، تمام؟ ال XY plane ان انت تعرف فين هو عن طريق انك تعمل خط موازي ل X، تمام؟ خط موازي ل X، خلينا نشوف هنطلع خط نوع خط موازي ل X كده وخط موازي ل Y. البلين اللي هو دوت هو ده البلين اللي هما بيتكلموا عنه، هو ده ال XY plane. انت اللود بتاعك هتعمله بارلل للبلين ده، يعني على نفس البلين بالظبط، فتلاقي الفورس ديت نفس على نفس البلين، يعني ايه موجوده عليه بالظبط. هو ده معناه هما بيقيسوا اتجاه الفورس بناء بالبلينز. انت عندك اكس واي وزد، فانت بتختار محورين وتعمل عليهم بلين، وهو ده البلين ده اللي بيكون عليه اتجاه الفورس ذات نفسها، تمام؟ فانت عندك هنا ال 50 اتجاهها لتحت كده، تمام؟ نفس الفكره. ده ديستريبيوتد لود يونيفورم لود. كان عندك في الاكس زد بلين، الاكس زد بلين ده بقى فين؟ الاكس زد بلين انت عندك محور اكس ومحور زد، اعمل خط موازي لزد، خط موازي لاكس، هو ده البلين اللي هما بيتكلموا عنه. الفورس بتاعتك اللي هي concentrated force ال 100 pound force ديت هيكون اتجاهها موازي للبلين، parallel للبلين، بلين كده اهو، انت هعمل خط parallel ليه، تمام؟ هي ديت الفورس. فانت ازاي تحدد اتجاه الفورس بالبلينز، او طريقه انك تفهم ازاي السؤال نفس ذات نفسه يقصد ايه يعني بالكلام دوت، هو كده يعني، تمام؟ مش بتبص لها بشكل عمودي او كده. طيب انت بتهمك انك تعمل الفورس بارل للبلين. طيب غير كده بقى بيقول لك ايه، the beam is 8 inch long. اوكي، هو بيقول لك بعد كده السؤال اللي عاوزه، for the cross section shown determine the maximum tensile and compressive bending stresses and where they act. حلو، انت ال bending stresses هو عاوزها صح؟ ايه المعادله بتاعت ال bending stresses؟ bending stresses انت اول حاجه هو bending stresses باي اتجاه بناء على ايه يعني؟ انا هو في سيجما اكس، سيجما واي، سيجما زد. بناء انت دلوقتي شوف ايه المشترك بين التو بلينز اللي اتكلم عنهم، قال لك اكس واي واكس زد. ايه الحرف المشترك؟ الحرف المشترك هو الاكس، تمام؟ فهو انت بتدور، هو يقصد سيجما اكس لما يسالك كده، هو بيقصد سيجما اكس، تمام؟ حلو، سيجما اكس القانون بتاعها سالب ام زد واي على اي زد زائد ام واي زد على اي واي. الام والاي ليهم نفس السبسكريبت، الزد زد هنا وده الواي واي، اي واي ام واي. طيب حلو، انا عشان احل السؤال دوت هو بيطلب مني ايه؟ ماكسيمم تنسايل اند كومبريسيف بيندنج ستريس. انا اعرف منين فين الماكسيمم واعرف مين هو تنسايل ولا كومبريسيف. بالنسبه للماكسيمم احنا خلينا نشتغل شغل المعادلات. انا الماكسيمم بتاع دوت البيندنج ستريس ده بناء على ايه؟ بناء على المعادله، هو معتمد على المعادله، هو هيطلع جوابه من المعادله ديت. الاي زد والاي واي هما عباره عن السكند مومنت اوف انيرشيا اللي هما معتمدين على الشكل الهندسي، اللي هما في الاخر هيطلع معاك 12 بي اتش كيوبد او 12 بي كيوبد اتش مثلا، تمام؟ بناء على انت بتاخد اي واحد فيهم. انت يهمك ان دايما البي البيز ديت او يعني ان الاخر اي واحد فيهم هو اللي ما عندهوش الكيوب، اللي بيكون بارلل للمحور اللي انت بتتكلم عنه. لو انا بتكلم محور زد، البارلل للمحور زد هو اللي مش هيكون عليه كيوب، لكن العمودي عليه البربنديكولار على محور زد هيكون كيوب. فهكذا انت شوف بقى انت المسميات، انت تسمي اتش بي زي ما انت عاوز. حلو، طيب مسحت كله مش مشكله. احنا المعادله ذات نفسها هنكتبها تاني، سيجما اكس تساوي السالب ام زد اي سالب ام زد واي على اي زد
زائد ال MY زد على IY. حلو. انا من المعادلة ديت عرفت ان المقام ده مليش دعوة بيه، وانا لو عاوز اجيب الماكسيمم يهمني ان النيوميريتر البسط يكون اعلى ما يمكن. ازاي يكون اعلى ما يمكن؟ عن طريق ان انت عندي حاجتين فوق MZ Y MY وZ. طيب ناخد المومنت. المومنت هو عبارة عن ايه؟ المومنت عبارة التعريف المشهور ان هو عبارة عن ايه؟ الفورس في الديستانس. يعني هو مش هيحصل اصلا مومنت في البيم ده غير لما يكون فيه فورسز. طب وانا عندي ايه غير تو فورسز بس؟ واحد اللي هو اليونيفورم لود، واحد الكونسنتريتد لود. طيب انا الفورس موجوده قيمتها معروفه، اليونيفورم لود اقدر اجيبه اضرب ال 50 ديت المتوزعه على ال 8 انش اللي هو قال لي ان البيم كله 8 انش، اضرب ال 50 في ال 8 فيطلع معايا جواب اللي هو 400 باوند فورس. تمام، هي ده الدي فورس، وهنا ال 100 باوند فورس معروفه عندي، الفورس موجوده. هيبقى التاثير المومنت هيكون اكبر ما يمكن اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على الديستنس. طيب انا الديستنس دي بناء على ايه؟ كل ما زاد الديستنس كل ما كان القيمه عندي اعلى. طيب انا الديستنس بتكون اعلى ما يمكن امتى؟ فين؟ في اي مكان. ده اللي انا عاوز اعرفه. تيجي مثلا الفورس، هو هي الفكره ان انا بشوف الديستنس دي بتعبر عن ايه؟ ذراع المومنت او المومنت ارم. انا يعني ايه بعد الفورس عن الاكسس اوف روتيشن او المسافه بين الفورس والمومنت، البربنديكولار ديستانس بين الاكسس اوف روتيشن والفورس، البربنديكولار ديستانس بين الاكسس اوف روتيشن والفورس او اللاين الاكشن لاين اكشن اوف ذا فورس. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ فين الديستانس ديت؟ ادي دي الفورس مثلا اللي احنا هنتكلم مثلا الفورس اللي هي الكونسنتريتد لود هي هنا. تمام، لو انا المسافه هنا اهو ولا حاجه مش هيطلع مومنت قليل، كل ما ازود المسافه وامشي كده قيمة المسافة بتزيد، فالمسافة لما اضربها في الفورس هتزيد فيطلع معايا مومنت اكبر. فاعلى حاجة ممكن اعملها ان انا ابعد عن الفورس باكبر قدر ممكن، ان انا اكون هنا. تمام، هي ديت المكان عند الـ عند السبورت هنا اهوت، هو ده اعلى مومنت ممكن اوصل له انا. تمام، وهي المسافة ديت هي انا بقول البرمدنيكلا ديستانس ليه؟ انها عمودية، الزاوية هنا 90 على الفورس، وهنا الاكسس فورديشن برضه هي عمودية عليه كده اهو. تمام، حلو. انا ديت المسافه بتاعتي، وانا كل ما ابعد اكتر كل ما يكون المومنت عندي اعلى. ده بالنسبه للكونسنتريت لود. فهل اليونيفورم لود برضو نفس الفكره هيكون عند السبورت؟ هي الفكره ان اليونيفورم لود انا هو بالاخر هيتحول بعد كده لكونسنتريت لود اللي هو قلنا ان هو هيكون 450 في 8، فهيكون برضو المسافه ديت هي دي اعلى مسافه ممكن تجيب منها ايه المومنت اللي هي هتكون عباره عن 4. تمام، تمام، المسافه اللي اتبقت كده دي 4، فال4 في ال 400 عندك 1600، هو ده المومنت، اعلى مومنت ممكن تجيبه هنا. طيب هل ال اسمه ايه دوت البندنج ستريس معتمد بس على المومنت؟ لسه في حاجه تانية اللي هي الواي والزد. تمام، الواي والزد دولت انا بعرفهم منين او بجيبهم منين؟ يعني نمسح كده. المومنت الواي والزد دولت هو عبارة عن مسافات. هما ليه سموها واي؟ لأنها مسافة تقع على محور واي. وليه مسموها زد؟ هي مسافة تقع على محور زد. لكن رغم إنها هي دلوقتي على محور واي، الواي على محور واي والزد على محور زد، لكن هما بيتقاسوا للنيوترال أكسس اللي عكس بعض. يعني مثلا المسافة اللي هي واي ديت بتتقاس من النيوترال اكسس بتاع زد، محور زد اللي على محور زد. فين النيوترال اكسس على محور زد؟ هو ده الجسم ده سيمتريك. تمام، فالنيوترال اكسس بتاعه هيبقى في النص. لكن في النص منين؟ هل في النص انا همشي كده ولا انا في النص همشي كده ولا انا في النص اكون كده؟ اقسمه من اي ناحيه يعني بالظبط؟ يعني انت عاوزني ايه النيوترال اكسس بتاعك بالظبط؟ فالنيوترال اكسس اللي بتقيس منه الواي هو اللي على زد، والنيوترال اكسس اللي بتقيس منه الزد هو على الواي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا انا النيوترال اكسس اللي على زد يعني هو موازي لمحور زد هيكون كده بالشكل ده اللي هو الحته اللي هي بتمر بالحرف سي ده. تمام، فانا الواي بتاعتي هقيسها بدايه من الخط ده، ويا اما اطلع فوق يا اما انزل تحت. لو فوق النيوترال اكسس بتاع زد، تمام، نيوترال اكسس بتاع زد، فالواي بتاعتي هتبقى بص فوق. لو تحت يبقى الواي بتاعتي نيجاتيف،
تمام؟ ده بالنسبة للواي، فالواي هي مسافة على محور واي، هي عشان كده سموها واي، لكن هي بتتقاس من أي نيوترال أكسس؟ النيوترال أكسس بتاع الزد. أما بالنسبة ل الزد فهي عكس الواي، تمام؟ أنا دلوقتي هي اسمها مسافة، اسمها زد، تمام؟ فدي مسافة هتبقى على محور زد، لكن على بقيسها من أي نيوترال أكسس؟ نيوترال أكسس على واي، فأنا بقسم الجسم كده، تمام؟ فده النيوترال أكسس، النيوترال أكسس اللي على واي، تمام؟ هو ده، تمام. المسافة بتاعتي تكون فين؟ تكون يا إما كده يا إما كده. وهي الفكرة، هل أنا دايما أنا بقول، أنا مثلا مرة فاتت قلت واي بص فوق وتحتيه واي نيجاتيف، هي دايما كده تمام. وزد هل انا يمين بوزيتيف ولا يمين نيجاتيف؟ هي بناء يعني ايه الفكره هنشوفها بعد شويه، ان هو انت للمومنت ليه اتجاه يعني ايه ليه دايركشن وليه كام حاجه كده هنشوفها بعد شويه، تمام. فانا يا اما الزد اروح كده ويكون بوزيتيف، يا اما اروح كده يكون نيجاتيف، تمام. هي الفكره ايه بناء على المومنت، انا اي واحده تكون زد بوزيتيف ولا زد نيجاتيف والكلام دوت. تمام، خلينا نشوف. اوكي، هو المومنت، احنا عاده المومنت لما يكون عندي بيم ويكون لفوق، تمام، فانا كده بعتبره ان هو بوزيتيف. بيحصل ايه؟ ان البيم ده لما انت تعمل عليه مومنت كده اهو، ان هو هيتعوج، تمام. فايه اللي هيحصل؟ هيحصل في المنطقه اللي في النص ديت، الحته دي يحصل كومبريشن، وفي المنطقه اللي حوالي اللي من بره ديت الحته دي يحصل تنشن، كانه بيروح كده بتروح كده، كانك بتشده، تمام. لكن هنا هيتضغط، هيبقى فيه كومبريشن، تمام. طب هنا انا بناء على ايه اتجاه المومنت؟ برضو بناء معتمد على الفورس، الفورس بتاثر كده، تمام. فايه اللي هيحصل؟ ان الكومبريشن اللي هيحصل ان هتبقى عامله كده، ان الفورس عامله كده، فانا البيم هيتعبك كده اهو، تمام. فهيبقى ايه؟ الكومبريشن هو اللي تحت، تمام، والتنشن هو ايه اللي فوق، تمام. فايه اللي حصل؟ ان التنشن اللي هو دايما بنعبر عن التنشن ان هو بوزيتيف، فعشان كده الواي هتبقى اللي فوق هي البوزيتيف، لكن الكومبريشن لتحت فهو هيبقى النيجاتيف، فلما انزل تحت هو واي النيجاتيف. فمعتمدة على الشكل بتاعي، يعني انا بناء عليه بقول بوزيتيف فوق ولا نيجاتيف تحت، عشان انا المفروض ان انا من تخيلي او من ملاحظتي لاتجاه الفورس فين اللي بتأدي للمومنت، انا المفروض اعرف فين مكان التنشن وفين مكان الكومبريشن، تمام. فانت بتشوف مكان الفورس فين، فانا همسح كل ده تاني. انت شوف مكان الفورس فين، الفورس دي مثلا اللي هي 50 باوند فورس بير انش، اللي هي اتجاهها هيبقى عامل كده، انت بتأثر على البيم دوت، فالبيم ده بينحني لتحت، مش راح جاي طالع، مش هيطلع فوق كده، هو مش هيطلع، هينزل تحت، تمام. فعشان هينزل تحت هيكون شكله كده، هو طبعا عند السبورت هيكون ممسوط، بس يجي عند هنا هيبدا ايه ينحني، هيبدا ينحني، فيبقى عامل كده. فايه اللي يحصل في المنطقه ديت، الحته دي اللي تحت دي، هيحصل كومبريشن، انت بتضغطه، لكن بره انت كانك بتسحبه كده، فانت بيحصل تنشن، فالتنشن بوزيتيف والكومبريشن نيجاتيف، تمام. فده بنسميه نيجاتيف مومنت، لان هو اتجاهه لتحت. لو بوزيتيف مومنت هتلاقي انت هتعمل المومنت بالشكل ده اللي فوق، ده بوزيتيف مومنت. لكن لما يكون اللي تحت كده، ده معناه ان انت عندك نيجاتيف مومنت. فدي الفكره. ففي البوزيتيف مومنت بيكون الكومبريشن عامل كده، انت البيم هتعوجه كده، صح؟ بيكون الكومبريشن توب، كومبريشن هخليها سي بس، كومبريشن هيكون توب، والتنشن تي هيكون في البوتوم تحت، تمام. فده البوزيتيف مومنت. فانت المومنت لما تيجي تعوضه في المعادله بتاعه البندنج ستريس، بناء على هل المومنت ده بوزيتيف ولا المومنت ده نيجاتيف. فلو المومنت بوزيتيف يعني الكومبريشن فوق، تمام، الكومبريشن موجود فوق والتنشن موجود تحت. لكن هنا نلاحظ ان احنا عندنا العكس، احنا عندنا لما جينا نشوف ان الفورس دي هتنزل البيم ده لتحت، ده معناه ان الكومبريشن هيحصل تحت والتنشن هيحصل فوق. ده عكس
البوزيتيف مومنت، فاللي عندنا ده نيجاتيف مومنت. فلما انا اجي في المعادله واروح جاي اجي عند ام زد واروح جاي اعوض، يطلع معايا جواب. لما اعوض اعوض الجواب بالنيجاتيف، تمام؟ اعوض الجواب بالنيجاتيف ليه؟ لان انا عكس الاتجاه بتاع البوزيتيف مومنت. البوزيتيف مومنت بيكون عندي كومبريشن فوق والبوتوم والتنشن تحت. فانت الفكره ان انت تشوف لي فين مكان الكومبريشن وفين مكان التنشن. مكان الكومبريشن لو فوق يعني انت دلوقتي بوزيتيف مومنت، بوزيتيف مومنت كومبريشن فوق والتنشن هو اللي تحتيه، تمام؟ لكن احنا عندنا العكس، احنا عاملين كده، الفرصه هتنزل الجسم لتحت، البيم لتحت، فالكومبريشن هيحصل، الكومبريشن هيحصل تحت في المنطقه دي والتنشن هيحصل فوق. فهي ديت ازاي تعوض المومنت جوه المعادله، تمام؟ فحلوه خالص. تعالى بقى نشوف نطبق الكلام ده بتاعنا عشان نعرف هم عاوزين ايه. فانا هوقف الفيديو هنا ونخش على الفيديو اللي بعده.